بعد ما تفجرت او ظهرت الموهبه الكامنه داخل شريان، طبعا هذا البيت خرج منه فنان كبير اشهر عازف جيتار عمر خورشيد. ازاي استطاعت بقى الوالده وازاي استطاع الاخ او الشقيق عمر خورشيد ان هم يستثمروا هذه الموهبه او ينموها؟ ايه اللي حصل بعد كده؟ بصي، انا كان في عندي البيت كان مقسوم نصين، يعني انا كنت زي ما كنا بنقول عايشه في بيت كله فن. كان احمد خورشيد كمان والد اخويا اكبر مدير تصوير كان ساعتها في مصر، وعمر، وزي ما بقول لك الفنانين دي كلها، فانا بقيت دخل في دمي بقى الفن خلاص، يعني انا عايزه بقى اذاكر ولا عايزه اروح مدرسه، مش عايزه اعمل حاجه غير اني ابقى لازقه في اخويا، عايزه امثل، عايزه ارقص، عايزه اغني. مامتي وافقت، اخويا ما وافقش، قال لها الدراسه تخلص الاول دراستها وبعدين. انا وعدت باني مش هقصر، مش هتأثر الحقيقه قصرت هكذب عليك يعني. وقال لها بصي في مليون ممثل ممثله ما حصلوش في مصر، عايزاها تبقى لازم تتعلم يعني ايه ركوب خيل، لازم تعرف يعني ايه تعوم، لازم عايزاها تبقى شامله، يا شامله يا ملهاش لازمه يعني. فبدات بقى اروح كوفن جاردن في لندن، اقعد في مدرسه خاصه اتعلم الرقص، بدات اروح اسبانيا اقعد مدرسه خاصه ادرس الفلامينكو، وباريس ادرس الفرنش كانكان، هنا لاورا لوريلا الكلاسيك بالي، تاب دانسينج ابراهيم بغدادي. فكان يومي بقى ما بنامش يعني، عارفه، بس عايزه ووتر بالي 24 اورز بعمل كده يعني، والمدرسه والمذاكره والرقص والغنى فبدات ببرامج اطفال. كان في التلفزيون كان برنامج اسمه دوري مي افتكر، تمام، وبعدين فيلم قطع على نار، ده كان اول بالظبط بدايه سينمائيه اول حاجه لسمير سيف المخرج. ايوه بالظبط كده. وطبعا شايفه بقى الاستاذ نور الشريف وبوس، يعني مش مصدقه يعني، عارفه، شايفاهم بجد بقى يعني، واقفه قدام كاميرا وعايزه احط ميك اب وعايزه البس كعب عالي وعايزه اكبر بسرعه. خدتها كده واحده واحده، وربنا بقى كرمني لقيت الناس ما يعني حبوني. اخدت في مسلسل دعوني اعيش ناس حبوا قوي، وفيلم الخبز المر اخدت عليه جايزه، ده كان انتاجك؟ ده كان انتاج والدتي مظبوط. اه واخدت فيلم، اخدت جايزه على العذراء وشعر الابيض. اه من هنا بقت خطواتي ثابته، لكن بقى ممكن اكمل، كانت في الاول ممكن اكمل ممكن يعني، كانت هزارايه قلبت جد، الحكايه بقت في دمي بجد بقى، مش قادره اسيبها، بس بقيت اقصل فيها يعني. يعني مش عايزه ابقى نص نص في حاجه، مش عايزه ابقى نص نص في التمثيل، مش عايزه ابقى نص نص في اني اغني، مش عايزه انشز صوتي، مش لازم، مش عايزه ابقى مطربه وعايزه ابقى احسن نجمه لا انا عايزه ابقى ما اعمل حاجه اتقنها ابقى صح يعني. فبدات اخدت اصول الحاجات وكملت، والناس حبتني والحمد لله. عقبال السنه الجايه يا جدو.